أرض الجنان تجملت طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلت بلسان خير العالمين. أرض الجنان تجملت طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلت بلسان خير العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم في هذا اللقاء الصفحات العطرة الطيبة النقية البيضاء من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة في وقت في غاية الصعوبة، عصفت الفتن بالأمة الإسلامية بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان حدثا جللا ومصابا وفاجعة. لما تولى الخلافة رضي الله عنه سار بالناس سيرة العدل، سيرة الإنصاف والرحمة، ولكن الفتن كانت قد اشتدت وتأزمت. وأول الفتن الكبيرة التي واجهها هو مطالبة أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، مطالبة هؤلاء علي رضي الله عنه بالقصاص من قتلة عثمان قبل أن يبايعوه. وطلب منهم علي رضي الله عنه أن يبايعوه، فإذا اجتمعت الكلمة وتوحد الصف أمكن الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، فإنهم خصم للجميع قتلة عثمان، ودم عثمان يطلبه الجميع، لا خلاف بينهم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وأن القتلة ظالمون معتدون. أبى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام أن يبايعوا حتى ينفذ طلبهم، وكان الحق مع علي رضي الله عنه. أثبتت الأيام أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه لم يستطع أن يقتص من قتلة عثمان، خاف أن يفتح على نفسه وعلى المسلمين شرا، فقد كانت شوكتهم قوية، متفرقين في الأمصار وعددهم كثير. فاتضح بذلك أن رأي علي كان هو الصواب رضي الله عنه. وهنا قتال وخلاف بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فإحداهما على الحق والثانية باغية. فالذي على الحق هو علي رضي الله عنه، لأنه هو الإمام وهو الخليفة، ويجب على الجميع البيعة والتعاون معه. وكانت الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه وأهل الشام. وتأكد ذلك بحادثة حدثت وأمارة حصلت وظهرت. ما هي هذه الأمارة؟ الأمارة هي مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فقد قتل وهو يقاتل في جيش علي رضي الله عنه، كان في صف علي، كان عمار مع علي رضي الله عنه، وقتله أهل الشام. لماذا اعتبرنا هذه أمارة على أن الفئة الباغية هم المقاتلون لعلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتله الفئة الباغية، قال تقتله الفئة الباغية. فلما قتل عرف الجميع أن الفئة الباغية هم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه. وحدثت فتنة أخرى عاصفة كانت أشد وما زالت آثارها إلى اليوم ظاهرة تؤذي المسلمين، ألا وهي خروج الخوارج
ومقاتلتهم لعلي رضي الله عنه. الخوارج في الأصل كانوا مع علي وفي جيش علي، ولكنهم كانوا متمردين غير مطيعين، وابتلوا بالجهل في تأويل النصوص، فاعترضوا على علي رضي الله عنه أنه قبل التحكيم، واعتبروا ذلك تحكيما لغير كتاب الله. وحاول علي رضي الله عنه أن يفهمهم وأن يبين لهم جلية الأمر، أن كتاب الله يحتاج إلى أن يحتاج من يعبر عنه من الرجال العلماء، يعبر عما فيه من المعاني والأحكام وينزل الأحكام على الوقائع. كتاب الله لا ينطق بنفسه، لابد من علماء يفهمون ما فيه وينزلون الأحكام التي فهموها على الوقائع. ولكن الأهواء تمنع العقول من فهم الحقائق، فخرجوا على علي رضي الله عنه وناوؤوه. واستخدم معهم علي رضي الله عنه أسلوب وسياسة الإنصاف والاحتواء، فقد كان مصلحا، علي رضي الله عنه كان مصلحا، وكان حاكما، وكان فارسا وبطلا شجاعا، فللسيف موضعه وللين موضعه. فاستخدم معهم سياسة الاحتواء والصبر، وناظرهم وحاججهم، فرجع أكثرهم، رجع الثلثان وبقي الثلث، والذين بقوا أمهلهم وكف عن قتالهم وقال: لا أقاتلكم ولا أناجزكم ما لزمتم دوركم ولم تفسدوا ولم تخرجوا على الناس. ولكن طبع الإفساد وسفك الدماء فيهم، فخرجوا وقتلوا وشقوا كلمة المسلمين، فقاتلهم علي رضي الله عنه ونصره الله تعالى عليهم، فانتصر على الخوارج أيضا. ولما عجز الخوارج عن مواجهته في ساحات القتال والوغى، استخدموا أسلوبهم المعروف الغدر، فقتلوه غيلة وغدرا. كمن له رجل منهم مشهور في التاريخ بالسوءة، عبد الرحمن ابن أبي ملجم الخارجي، كمن له في الليل آخر الليل عند خروجه لصلاة الفجر، فقتله غدرا، ضربه على رأسه بالسيف فسقط الإمام صريعا وفي الوقت نفسه شهيدا، فهو مصاب ولكنه فضيلة له رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وعلي رضي الله عنه قتلهم وقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي قال: أشقى الناس عاقر ناقة ثمود، والذي يضربك على قرنك، يعني على مقدمة الرأس، والذي يضربك على قرنك بسيفه، هذا أشقى الناس. وهكذا ختم لعلي رضي الله عنه بحسن الختام، ألا وهو الشهادة في سبيل الله، قتل ظلما وبغيا وعدوانا، وهو ثابت على الحق قائم عليه ينافح عنه، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا بهم من المقتدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوض الجنان، خوض الجنان، روض الجنان تجملا، طوبى لكل الفائزين، أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. حوض الجنان تجملا، طوبى لكل الفائزين، أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. للعشرة الأغلى وسام، يكسو صحابته الكرام، بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين. للعشرة الأغلى وسام، يكسو صحابته الكرام، بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين.